في نفس ذات اليوم الرئيس السيسي يفتتح النسخة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي إيجيبس اللي هو إيجيبت بتروليوم شو. طيب إيه أهمية هذا المؤتمر؟ مسألة إن إحنا بنعمل هذا المؤتمر للمرة السادسة أو النسخة السادسة منه، ده يخلينا هنا لازم ناخد رأي اقتصادي بارز حول هذا الموضوع. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور مصطفى بدرة خبرنا الاقتصادي الكبير والبارز. أهلا بيك يا دكتور. مساء الخير يا أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ الحمد لله ربنا يخليك. كله تمام يا رب، تكون كل حاجة عند حضرتك بخير يا دكتور. دلوقتي والله وإحنا بنتكلم، فأنا بتكلم على أن الرئيس بيفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، ويمكن دي النسخة السادسة زي ما كنا بنقول. أهمية هذا المعرض وهذا المؤتمر بالنسبة لنا إيه؟ هو ليه كذا أهمية والله. بص، في أهمية مباشرة طبعا، كل الناس هتقول لك مؤتمر للبترول، وطبعا بحضور شركات عالمية كبيرة، 41 شركة تقريبا، دي المرة السادسة يعني سادس سنة على التوالي يحضر فيها فخامة الرئيس ويكون في شركات عالمية، 32 ألف مشارك. مش عايز أقول لحضرتك بقى اهتمام إعلامي كبير جدا، وطبعا في دور بارز لمصر أمام الساحة العالمية. حلو. ولكن عايز أقول لك أنا على الهدف اللي هو خارج نطاق الصندوق بقى. أيوة. اللي هو عبارة عن إيه؟ إن مصر أصبحت جاذبة لسياحة المعارض، ده شق. رائع. الشق الثاني إن الإعلام الغربي بيبص إن في ملتقى اقتصادي عن نشاط البترول والطاقة موجود في مصر، فبيبرز الدور المصري في العرض اللي بيعرضوه الناس لنشاط الاستثمار. الناس ال 32 ألف واحد دول جايين ليه؟ جايين علشان يشوفوا يعني فرص الاستثمار في مصر شكلها ايه. بيتناقشوا مع بعضهم، لان حضرتك تعلم ان المؤتمر ده 3 ايام هيكون فيه العديد من الجلسات، فيهم ناس في غاية الأهمية جايين من منظمة الأوبك ومن الاتحاد الأوروبي ومن أمريكا ومن كل الشركات العالمية اللي حضرتك تسمع عنها مسجلة في بورصات العالم كلها. حتى النهاردة في كلمة بارزة لفخامة الرئيس بيقول للكثير من الناس، اللي يهمني الاكتشافات والعمل والشغل. واخد بال حضرتك؟ اكتشافات عمل. طبعا ده اللي هيحسن من القدرات الاقتصادية داخل مصر، ده اللي هيحسن من زيادة التبادل وزيادة الأوضاع الاقتصادية ما بيننا وما بين الشركات دي. الشركات دي يا فندم مقيدة في الأسواق العالمية، لما بتنتقل العالم كله بيشوف الشركات دي رايحة لفين وبتتحدث مع مين وقد ايه قدرات الدول دي في استجابتها للتيسيرات للإنتاج. واعتقد ده كان دور بارز جدا في حديث النهارده كمان السيد الرئيس ووزير البترول. حتى كمان النهارده عنوان المعرض شمال افريقيا والبحر المتوسط، دعم امدادات الطاقه والطلب المستدام. الله. ليه؟ هتقولي طب مسمينه كده ليه؟ لان انت عارف ان في ازمه في الطاقه من بعد ازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه. طبعا. فعايزين يكون في امدادات مستدامة، خلاص عايزين يكون في تعاون طويل المدى، مش صفقتين ولا ثلاثة ولا. واعتقد ده ملخص يمكن للأهمية القصوى للمؤتمر والمعرض وفعالياته اللي بتنعقد بدايتها اليوم النهاردة. ست نسخ من هذا المؤتمر وهذا المعرض انعكست، انما تعكس انه بالتأكيد هو حالة ناجحة، وإلا ما كناش كررناه ست مرات لحد دلوقتي عقبال ما يبقوا 60. والحاجة التانية بقى هنا دكتور، هذا الحضور الكثيف اللي حضرتك ذكرته والمشاركة الكبيرة من كبريات الشركات التي تعمل في مجال البترول والغاز والطاقة الكبيرة جدا على مستوى العالم، هل ده أقدر أعتبره جزء من التأكيدات على مركزية مصر كمركز للطاقة والغاز في المنطقة وفي المتوسط؟ بكل تأكيد، وده اللي بيترجم كلامنا أنا وحضرتك، إن على أرض الواقع النهاردة عندك 32 ألف مشارك من أبرز رجال صناعة ونشاط وقطاع الطاقة في العالم، أكبر 41 شركة على مستوى العالم حاضرين النهاردة،
كيفيه التفاعل مع لقاءاتهم مع الحديث مع الرئيس وحضورهم النهارده للمؤتمر السادس، ده بيبرز قد ايه ان مصر بتحتضن عدد من الانشطه اللي هي الصناعيه الثقيله ان احنا النهارده بنبحث عنها. زي ما بنتكلم كده عايزين نوطن الصناعه، فبنوطن كمان قدراتنا الاقتصاديه، الاكتشافات في البترول والطاقه والغاز. وهذا الامر ليس مستبعد عنا، احنا بنتكلم لما الحمد لله اكتشفنا حقل ظهر كان في شراكه مع شركه اني الايطاليه. صح. النهارده بقينا اكبر مركز في شرق البحر المتوسط. صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور مصطفى، الى ان نلتقي باذن الله على خير. كل الشكر للدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي الكبير والمعروف.